عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات القبور، زائرات القبور من هذه اللفظة وهي كلمة زائرات القبور يصدق هذا الحكم وهذا الوعيد وهو اللعن على امرأة زارت القبور ولو مرة واحدة، وذلك لأن الأصل في الإطلاق يصدق على الواحد، وقد تكون كلمة زائرات القبور أكثر من مرة لكنها تصدق ولو على مرة واحدة، فتكون المرأة متعرضة لهذا الوعيد الشديد لو زارت القبور مرة واحدة. في لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وزوارات صيغة مبالغة، فيكون اللعن صادقا على من أكثرت من زيارة المقابر، ولا يدخل في هذه الجملة لا يدخل فيها من زارت المقبرة مرة واحدة، لأن صيغة المبالغة تدل على الكثرة، وزوارات على صيغة فعال، زوار فعال، ومرت معنا صيغ المبالغة في الأجرمية. فقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زائرات القبور، وعطف عليها بقوله والمتخذين عليها المساجد والسرج. أصل عطف ولعن المتخذين عليها المساجد والسرج. اتخاذ المساجد على القبور مر معنا، فاتخاذها على نوعين، إما حسيا كأن يبنى مسجد على قبر، وإما معنويا وذلك بأن يتعبد لله عز وجل عند القبور. قال والسرج، السرج مفرد سراج، وهذا على ما كان معهودا في عصره عليه الصلاة والسلام من وجود السرج، ومن باب أولى ما يكون في هذا العصر من هذه الأنوار المتطورة. ونهي الشرع عن وضع السرج على القبور لأن هذه السرج إذا وضعت في القبور ظن أن لهؤلاء المقبورين منزلة ومكانة، وبالتالي تكون وسيلة من وسائل الشرك بالله عز وجل. مر معنا أن السبب قد يكون له حكمان، وذلك أن طلوع الفجر سبب في ثبوت حكمين: تحريم الأكل على الصائم ووجوب صلاة الفجر. هنا العكس، هنا وجد حكم واحد وله سببان. الحكم الواحد هو اللعن، ما سبب هذا الحكم؟ زيارة القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. بل قد تكون هنا ثلاثة أسباب: زيارة المقبرة من قبل النساء، واتخاذ المساجد على القبور، واتخاذ السرج على القبور. قال رواه أهل السنن، أهل السنن أربعة: النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه. هذا إذا أطلق أهل السنن، وإلا فهناك سنن لبعض العلماء كسنن سعيد بن منصور وسنن البيهقي، لكن إذا أطلق فقيل أهل السنن فالمراد منهم على هذا المصطلح المراد منهم الأربعة: أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي.